رن الجواب اللي سمرني سؤاله من تجربة واقع وجيها تمره وجهة نظر شاعر وتحمل رسالة وأحلى القصيد من المعاني أصور الساحة وشعبية ونقد وعبالة وكل على طرحه يميز مقره واللي يبي يصلها بالسهالة أبعد عليها من الجديد والمجرة قبول وأخلاق ومسمى وصالة وجزل وتواضع وابتسامة ومسره ما أقول أنا اللي كل شعره جزاله أقول أنا اللي لو سكت ما تغره واللي حداني للقصيد وخياله قولت ترى اللي من حتالك تحره اللي تصيد كل مخطية وداله وود الكلام لمن يخصه وفره فتنة مجالس ما سمع منها قاله ساعي بريد علوم خطوها وجره العينه لشفتها لا محاله من دون هلبس ثوب صمتي وزره ابوي وصاني ووصى عياله ان الرجل كثر السوالف تجره وان الطفاسه والردى والفساله ما ينوى من ناشهن لو تبره واللي يراودني واشوفه جهاله بالمجتمع دارج ولكن بكره له الولد يفشل بعمه وخاله انا الردى منهم وصيتها يسره من يحتمي دينه وعرضها وما له محدني مس اسمه مثقاله ذره مزي من اللي مقتنع من حلاله ولزي من المعروف مليون مره ومقشر من الحقران عقب الجماله ولقشر من اللي شره ولاي شره كنت احسد اللي خادم اسمها رياله واثرى العقل نعمه ولله دره قال الرجل من زان حظه وفاله قلت الرجل من كف خيره وشره قناة بندر العتيبي.